مع حضراتكم مرة تانية، وقررنا ان احنا النهاردة بعد السياسة وبعد المواضيع الكتيرة اللي اتكلمنا فيها ان يكون عندنا فقرة عن التجميل. التجميل الحقيقة دلوقتي بقى جزء لا يتجزأ من حياة اي بنت ومن حياة اي ست، ولا حتى كمان يمكن انه يعني رجالة كتيرة جدا ابتدوا يهتموا بجمالهم وبمظهرهم. النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا في التجميل وهو التاتو. التاتو الحقيقة هو سلاح ذو حدين، لأنه التاتو وجوده في مصر من سنين طويلة مع ناس كتيرة جدا الحقيقة، ومع ناس اللي ما كانوش أصحاب خبرة كبيرة جدا، وما كانش لسه الموضوع تطور بشكل كبير قوي زي ما هو دلوقتي، كان بيتسبب في مشاكل كتيرة جدا لناس، ياما ناس شكلها اتغير وياما ناس حصلت لهم مشاكل بيعانوا منها. على الصعيد الآخر انه من فترات لما ابتدى عالم التجميل يتطور وابتدى ان الموضوع يكون فيه دراسة وابتدى يكون فيه ناس محترفة في ده، ابتدى التاتو يكون اوقات حل لمشاكل كتيرة جدا عند سيدات كتيرة جدا، وابتدى كمان يكون بيساعد في انه يكون عامل من عوامل التجميل الرئيسية والاساسية. كانت من ضمن مشاكل التاتو انه كانت الناس تقول اصله بيبقى الشكل مش طبيعي. النهاردة بعد التطور الكبير اللي حاصل في عالم التجميل اصبح انه التاتو قادر على انه يكون اقرب للطبيعي. هنسال في كل حاجه ليها علاقه بالتاتو، هرد ان شاء الله النهارده على كل تخيلاتكم من الاسئله لخبيره التجميل الجميله بولات اللي معانا النهارده، واللي هي بتعتبر واحده من اشطر العاملين بالتاتو او من اشطر خبراء التجميل في مجال التاتو في مصر، وطبعا هي من لبنان ومشرفانا في مصر، واعتقد انت مقيمه معانا على طول في مصر، صح؟ اهلا بيكي منوراني. ميرسي. وخلينا نقول انه التاتو زي ما كنا بنقول في الاول يا بولات هو السلاح ذو حدين، انه لان احنا بنعمل حاجه بيرمننت او بنعمل حاجه دائمه، احيانا لما بتتعمل غلط ولما بيبقى فيها مشكله بتبقى كارثه. طبعا اكيد. اولا كلميني عن التاتو، كلميني عن عالم التاتو، كلميني عن وجهه نظرك في التاتو. ايه اللي خلاكي تحبي التاتو؟ ايه الحلو اللي شفتيه في التاتو خلاكي تقرري انك تكوني في المجال ده؟ اول شيء التاتو هو كتير مهم، وخصوصا الحواجب. الحواجب هن بتحسي الكادر تبع الوجه، يعني اكيد لما بتشوفي وحده حواجبها مش حلوين وعينيها حلوين كتير فبتحسي لا فيها شيء مش حلو هيدا الست. اول ما بنرسم الحواجب، انا ميك اب ارتست كمان، فهيدا الشيء اللي ساعدني بزياده. عشان الرسم طبعا بتقدري انك تعرفي ملامح الوجه، بتقدري ترسمي له الشيء اللي بيلبق له. اكيد بيلبق له اكيد. صرت لاحظ انه بالميك اب، حتى انا وعم بعمل ميك اب، قد ايه الميك اب بده يطلع حلو من غير ما اكون رسم حواجب حلوين، فالميك اب ناقص برضه. صحيح. فهيدا الشيء اللي خليني اني انتقل كمان على التاتو. على التاتو. التاتو بيحل مشاكل، يعني طبعاً. خلينا نقول كمان انه القصه مش بس انه انا عايزه اعمل ميك اب بيرمننت او ان انا عايزه بس يبقى شكلي حلو على طول، لكن كتير ناس عندها مشاكل في وشها بيحلها التاتو. قول لنا ايه هي المشاكل اللي بيحلها التاتو؟ مثلا في عندك كتير ستات الحواجب تبعها رفيعة قوي قوي بزيادة، والشعر خفيف قوي، والشعر خفيف وبتبقى موقعة العين، بتبقى نازلة كتير على العين، لازم تترفع عشان العين تبان مفتوحة. فالتاتو هو بيحل وبيغير الشكل كومبليتلي، يعني بيغير قوي. الست بيتغير شكلها 360 درجة. والاغلب اللي عم يعملوا تاتو بيقولوا لي يا بولات يا ريت عملته من زمان قوي. لا، سام تايمز بيبقى كمان بيبقى الواحد اترحم، يعني متهيألي كل ست وكل بنت دلوقتي هيفهموا قصدي، انه البنت اللي بتحتاج ترسم حواجبها دايما قبل ما تنزل كارثة. انت عندك صيف وعندك حر وعندك بحر وعندك شمس وعندك حاجات كتيرة جدا، بيبقى صعب قوي ان انت تفضلي كل شوية تزودي حواجبك، كل شوية تزودي حواجبك. بيرسموا واحد وواحد ما بيطلعوش زي بعض. طبعا. وبيعرقوا، وبتعرفي انت والسكن اويلي فبيسيح. صحيح. بيسيح مع الشمس والحر والرطوبه وحاجات كتيره جدا. وبالك على السين مثلا. ايوه. ايه تاني غير الحواجب؟ تعالي نتكلم عن كونتور العينين مثلا، حل تاتو لكونتور العينين. الايلاينر قصدي. الايلاينر. ده حلو قوي، ده بينور العين. يعني بتحس الوحده بتبقى فايقه الصبح بتغسل وشها. انتي متحددين والايلاينر موجود ورموشك تقلانه من الايلاينر اللي على طول موجود. صح كده. وفي عندك كمان الليب لاينر.
اللي بيحدد الشفايف. في ناس كتير عندها اصلا اللاين تبع شفافها بيبقى مش موجود. في حالات لازم تعمل البلاينر. اوقات بتبقى شفايفهم صغيره شويه، تطلعي شويه بالكونتور عشان تكبريها. في ناس بيفكروا انه هيكبروا كتير. لا، ما ينفعش كتير. ممكن نشتغل على اللاين من بره. هو اصلا لازم نحن على اللاين. بس اذا بدنا نضخم شوي الشفه تبين اكبر، ممكن نشتغل شوي من بره. خلينا كمان نقول انه الفيلرز او الفيلينج اللي بيتعمل في الشفايف، الحقيقه انه كمان سيدات كتيره جدا لون شفايفهم بتتغير من القهوه، من الشاي، من السجاير، من حاجات كتيره جدا. الفيلينج اللي بيتعمل جوه الشفايف ده كمان لذيذ قوي، عملي جدا. طبعا اكيد اكيد، بيعطيكي اللون الروزيل الناتشورال. على حسب بقى كل واحد وبشرته طبعا. طبعا الروزيه هو البيز في الـ في الفيلينج. بصي، هو البيز، بس في ناس بيحبوا يعملوا مثلا لون. ممكن نعمل لهم لون، اكيد اللون اللي بيليق فيها. في كتير ستات بتطلب لون بقول لا ده مش هيليق فيك. انت بتفضلي الالوان الناتشورال اللي نقدر نخبيها اكتر طبعًا. ولا لو جات لك واحده عايزه احط اللون ده في بقي هتعمليه؟ بصي، في منهم بيقولوا لي انا مثلا بحط هيدا اللون على طول فمش فارق عندي. عايزه كده. اوكي شي بيرجع، بس بيكون لايق فيها طبعا. مش انه مش لايق فيها، بيكون لايق عليها. طبعا اكيد. بيضايقك لو حد عمل حاجه غلط؟ يعني مثلا خليني اقول لك على حاجه، انه برضو في الاخر احنا عايزين يكون الشكل ناتشورال. يعني الجمال في البساطه، والجمال في انه الواحد ممكن يبقى عامل حاجات كتير قوي بس قد ايه بتبان طبيعيه. فهي دي الشطاره حتى طبعًا. في دكاتره التجميل، في عمليات التجميل، هو ده اللي احنا دايما بنقوله، انه مفيش واحده بتصحى من النوم بقها احمر مثلا. مفيش واحده بتصحى من النوم بقها بينك. مفيش واحده كده بتعمل كده. يعني حتى لما كنا بنشوف زمان في المسلسلات بتقوم الممثله في الشط بتاع المسلسل حتى فول ميك اب، هي لسه قايمه من النوم، خارجه من الحمام لافه الفوطه على شعرها، بس هي فول ميك اب يعني سموكي ايز وكل ده معاها في الدش، مفيش مشاكل خالص. بس النهارده الموضوع اختلف، الذوق اختلف. أكيد. الناس كلها بقى عندها عين حلوه، الناس كلها بقت بتفهم في الذوق وفي الميك اب وفي الالوان. اكيد بتفضلي طبيعيه اكتر. اكيد طبعا، يعني بشتغل للست اكيد، ان كان تاتو ولا ميك اب، بس بطريقه انه يبين شكلها هي ما تتغيرش. اكيد نخبي الاشياء اللي زعجتها، مثلا وجه عريض ممكن بالكونتورينج نعمل شكل حلو للوجه. العين ضيقه ممكن نوسعها نحن بالرموش بالاي لاينر وات ايفر. تقدري تعملي ده بالتاتو؟ لو عامله اي لاينر، بس اي لاينر لعينين ضيقين شويه مثلا، تقدري تتحكمي في ان العين توسع اكتر بالتاتو اللي هتعمليه؟ طبعا اكيد اكيد، يعني هو لازم امشي مع شكل العين. بس في عين ما لازم امشي على شكلها، لازم انا ابتكر شيء كرمال لغير من شكلها شوي. صحيح، عشان نصلحها ونبينها بصوره احلى. اكيد. طيب نتكلم شويه على الماتيريال المستخدم يا بولات، لانه الحقيقه انه في ناس بتحب التاتو بس ما بتحبش الحاجات الدائمه للابد، فوريفر يعني. في ناس بيقولوا ان بقى في ماتيريالز دلوقتي تقدري تستخدميها، الماتيريال دي بتقعد تقريبا مده سنتين ماكسيمم وخلاص بعدين بتروح. والله انت بقى عايزه تجددي تاني. صح. تجددي، عايزه تغيري غيري، مش عايزه تعملي خالص، براحتك. صح. هل ده حقيقي؟ نعم ده حقيقي طبعا. حقيقي الماتيريالز اختلفوا اكيد، يعني دلوقتي اغلب الناس بقت بتعمل تاتو. والدراسات كتير بقت على التاتو والماتيريال المستعمل. يعني من قبل كانوا يستعملوا ماتيريال اللون يغير، يقلب زي يعني الحبر. صح، يقلب يبقى جراي اخضر وما بيروحش خالص، احمر خالص. ولا بيروح. صح فعلا، يعني دلوقتي لا، خففوا الكيميكلز يلي بالانك. وبقى يعني الناس اللي بيحبوا يعملوا بيحبوا يغيروا بشكل حواجبهم. صحيح، وبعدين يعني ما حد بتطلعي يقعد بنفس الشكل. صح. ممكن يروح من 6 شهور لسنه بيبتدي يخف، لما بترجعي بتعمل ريفيل عليه بترجع بتثبته. فده احلى واصح للسكن نفسه. ففعلا انتوا دلوقتي في عالم التاتو ما بتشتغلوش الا بالماتيريالز اللي بتقعد ماكسيمم قد ايه بقى يا بولات؟ يعني بصي، هي ما في الا يعني وقت محدد على حسب السكن. في عندك سكن اويل كتير فما بيقعدش معاها كتير، في عندي زباين كل 6 شهور بيجوا كتير، ده اللي هو قد ايه ما بيقعدش معاها يعني كتير؟ مثلا مثل ما الناس متخيله سنتين، فلا مش هيقعد سنتين. من 6 شهور لسنه لازم تعيد عليه. وما ولو دراي سكن برضه، في عندك دراي بيقعد وفي دراي ما بيقعدش.
على حسب كمان. طيب نتكلم عن طريقة الرسم في التاتو، وده كمان الحقيقة اشتغلوا عليه خبراء التجميل كتير جدا وشفنا فيه تقدم كبير قوي. زمان كنا ما بنشوفش غير رسمة واحدة في الحواجب، اللون بيتحط، رسمة الحاجب بتتحط وخلاص. النهاردة بقى فيه تكنيك اللي هو الهير باي هير، والتكنيك ده اللي هو بما معناه يعني بيرسموا شعراية شعراية في الحواجب، تعملي فيل ان او بتعملي فيلينج، بتملي الاماكن اللي جوه الحاجب شعرايه شعرايه. في قد ايه بيطلع شكله ناتشرال بقى؟ بيطلع شكله ناتشرال. كلمينا شويه عن التكنيك ده. لا التكنيك ده حلو قوي. اهم شيء فيه انه ما بنشيل شعر الحواجب مثل ما الناس بتفكر. لا نحن بنعمل على نفس احنا الشعر. احنا شايفين الحواجب. الصور اهو دلوقتي، طبعا انت اللي رسمه الرسومات دي. وده هير باي هير. صح. معمول طبعا حلو قوي، شعرايه شعرايه اهو، باين قوي في الحواجب. صح كده. بس هو بيصلح على فكره، يعني عندك اغلب الستات عندهم الحواجب ما بيبقوا متوازيين على بعض، عندك حاجب بيبقى عالي وحاجب بيبقى واطي، فبهيدي الطريقه ممكن احنا نظبطهم على قد بعض. أوكي. وبيطلعوا كتير حلوين وطبيعيين. بتقدري تعملي هير باي هير ده في كل الالوان؟ يعني ايه اكتر الالوان اللي بتستخدميها اصلا في الحواجب؟ على حسب الست ولون شعره. يعني ما بنتكل على لون شعره اللي صبغته، على لون شعر حواجبها. اوكي. فبتختلف، في منهم بيجوا بيقولوا لي انا اصلي عامله شعري اصفر مثلا، فمش حينفع اعمل لك بلوند لانه اصلا انت شعر حواجبك اسود. فاكيد ما بعمل تاتو اسود لانه ممنوع نعمل الحواجب سود. اللون ده مستحيل يتعمل بالحواجب. ممكن اعمل دارك براون، البراون بدرجاته، عندك الميديوم، عندك اللايت، وعندك الدارك. اي في كذا درجه، فعلى حسب شعر الحواجب لونه ايه بتقرري او بتحددي اللون. ممكن يعني تختلف شوي الدرجه، ممكن خففها شوي. يعني فتحها شوي انه بس تضل لابقه، لان احنا بدنا اللوك الناتورال. طيب الهير باي هير ده احدث تكنيك بيستخدم في الحواجب. صح. هل في تكنيكس مختلفه بالنسبه للاي لاينر او بالنسبه للبق؟ لا التكنيك هي بس الانكيا اللي هو تغير. بس بقى خفيف، ما بقاش بيقعد كتير. طب بحال طب الست بدها تغير، ممكن حابه تغير اللون، حابه تغير الشكل. باردون. في ستات كانوا بيلغوا دي اللي هنا بيعملوها بالبيد بو. صح. فدلوقتي اللي هي الاسمى او اللي بيسموها. صح. القلب اللي بيبقى موجود او الكير. القلب يعني اللي بيسموه المنطقه اللي بتبقى عند الشفايف. دلوقتي لا كلهم بيحبوا انه تبقى متحدده، فانا لو عملتها بيرمننت يلي ما بيروح تبقى كارثه. مش هنعرف نشيله. صحيح صحيح. طيب نتكلم عن حاجه مهمه كمان قوي في التاتو بقى. انا بقى يعني التاتو يعني الحقيقه انا شخصيا عشت معاه يعني فترات صعبه جدا. طيب نتكلم عن الكوركشن او التصحيح، وده كمان مهم جدا انكم تكونوا عارفينه في التاتو. الكوركشن او التصحيح كمان عليه عامل كبير جدا، لانه اوقات رسومات بتتغير، اوقات الموضه بتتغير، اوقات الغلطات اللي الناس كانت بتبقى عاملاها بولات بتصححها او غيرها يعني من الناس المتخصصين في التاتو. كوركشن كمان عليه عامل كبيره جدا في شطاره اللي بيشتغل بقى. صح. يعني في ناس بتروح بتيجي تكحلها تعميها. مظبوط. يعني في ناس بتيجي تصلح الحاجه بتبوظها، وفي ناس عندهم خبره في فكره التصحيح او الكوركشن. كلميني شويه عن الكوركشن، كلميني عن استخدام الالوان اللي موجوده في الكوركشن، كلميني عن مدى فعاليه الكوركشن. يعني امتى الكوركشن يبقى فعال جدا، وامتى فعلا اقدر اصلح حاجات حصلت قبل كده في التاتو او اغير شيب او اغير رسمه، وامتى ما بصلحش؟ بصي هو اصعب شيء الكوركشن، اصعب شيء لانه مش كل البشرات بتتقبله، وبحال بدي اعمل كوركشن بده يكون المسافه اللي بدي اعملها صغيره قوي. لانه بدنا نعمله بلون البيج، والبيج ما بيزبطش على كل البشرات. يعني على كل انواع البشره، بس يعني بنحاول على قد ما نقدر انه نصلح الامور. بس الحمد لله لحد هلا كله يعني عم يزبط شغال. كله شغال الحمد لله. البيج بتستخدميه لكل السكن ويعني كل جميع انواع الالوان البشره، ولا بتختلف برضه؟ في درجات بالبيج. من بياض لسمار. طبعا اكيد في كذا درجه لاله. ايه اكتر الحاجات اللي صلحتيها؟
يعني اخطر الحاجات اللي اتصلحت لك اللي صلحتيها، اكتر حاجات جات لك يعني بتقيش عارفه تعملي فيها ايه؟ ايلاينر. الايلاينر اصعب اماكن للكوركشن هو الايلاينر طبعا، اصعب من الحواجب واصعب من البق. طبعا اكيد، يعني أوه. مثلا عشان المنطقه سنسيتيف جدا. في يوم جات لي زبونه عامله ايلاينر من تحت، بقى لها سنين مش بيروح، قلب لونه على اخضر. بولات الحقيني مش عارفه اعملي اي حاجه، عايزه اشيله. هو دايما بولات الحقيني، يعني هو دايما السلوجن بولات الحقيني. وبعدين نبتدي نتكلم. يعني قلت له على مراحل هنشتغله، لانه بنفس الوقت ما بدنا نترك السكار. لانه لما بدك تمسحي اللون غير انك عم بتحطي لون، مضطريه تشتغل على الجلد اكثر مشان لا تشيل اللون. فعلى مراحل، كل مره شوي كل مره شوي، فطلعنا من الايلاينر وكاننا مش عامله ايلاينر. بس بيحتاج صبر. صبر اكيد. اكيد صبر. اكيد اكيد، يعني ممكن ناخذ سنه ولا سنتين واحنا بنمسح. طبعا، لانه السيشن بدها تبقى بعيده عن بعض، يعني مش كل اسبوعين. طبعا يعني جلد بيرتاح. أكيد. وقصه. طبعا طبعا. طيب اخيرا نعرف منك ايه الجديد في الحواجب بقى، الموضه في التاتو في الحواجب، هل ليه علاقه بالموضه ولا الموضوع ليه علاقه بالوش بس؟ انا بالنسبه لي زباين بيقولوا لي الموضه، بقول لهم انا ما في شيء اسمه موضه، في شيء اسمه اللي بيليق بوجهك. يعني ممكن الموضه مع اللي بيليق بوجهك، مثلا الموضه انه يبقى تخين الحاجب مثلا، مثل هالفتره كله الحواجب عريضه. فممكن اعمل لك حواجب عريضه بس باللي بيليق على وجهك، درجه الشاينيز كله بقى يعمل شاينيز. انا ما عملتوش للناس كلها لانه ما بيليقش على كله. مش كل الناس طبعا بتليق دلوقتي عليها. كله بيجي يا بولات مش عايزين الشاينيز، عايزين نغير. طيب حاضر حنغير، فكله ندم. كل اللي عمل الموضه ندم. لا اصله مش لايق فيها، اصله بيقولوا لي ما اعرف شيء. فما في شيء اسمه موضه، في شيء اللي بيليق بوجهك. المهم ان احنا نعمل اللي بيليق علينا، وافتكر ان ده طبعا رد كافي جدا الموضوع. بولات انت نورتيني النهارده، وانا مبسوطه جدا بوجودك، وسعيده اكتر ان احنا بقى عندنا كمان ناس شاطرين في عالم التاتو، لانه حقيقي الموضوع فيه صعب جدا ومحتاج عين حلوه ومحتاج ايد حلوه ومحتاج ذوق كويس، لان هي حاجه بيرمننت وحاجه بتعيشي بيها سنين طويله، ده زي ما كنتيش هتعيشي بيها للابد يعني. فعلى قد ما تقدروا حاولوا يعني تاخدوا بالكم من الحاجات دي، طبعا بتسبب مشاكل اوقات كمان كتير جدا. نورتينا ونهارك سعيد ومنورانا في مصر. ميرسي رانيا. ثانك يو. مشاهدينا بعد مفيش بعد الفاصل، خلاص دي اخر فقره. خلصنا حلقتنا النهارده معاكم، واعتقد انه يعني ردينا على كل اسئلتكم. لو كان في اي حد لسه عنده اي اسئله ان شاء الله نرد عليها في حلقات جايه. بشكركم على حسن المتابعه، ويا رب دايما نشوفكم على خير. نهاركم سعيد.